اليوم بين الأهمية ديال الهضرة ديال الرياضة كصناعة ماشي غير انها هواية وعندها تداعيات من ناحية ديال الاستثمار اللي يمكن يكون في المغرب من ناحية ديال الصناعة في النطاق الرياضي باش ندعموا لو ماد ان موروكو اللي احنا تنشجعوه وتنبينوا بانه هاد المهنيين هما متعددين الاشكال. المهنيين اليوم ماشي غير هما اللي ممارسين ديال الرياضه ولكن كاينين المهنيين في المجال ديال الورشات، كاين لي ستارت اب، كاين الناس اللي تخدموا في الادوات والالات الرياضيه، كاين تجاره، كاين بزاف ديال رقم معاملات تقريبا اليوم تنهضروا على واحد الاستيميشن ديال 21 مليار ديال الدرهم في القطاع. الى دخلنا فيها بزاف ديال القطاعات المتفاعله في هذا المجال. التحديات يعني كبيره. اليوم عندنا واحد، اولا كاين انجازات اللي دارها المغرب وخاصه كره القدم الرجاليه ولا النسويه. اليوم احنا الهدف ديالنا هو انه نكون واحد المناخ اقتصادي ونكونوا في خدمة يعني المؤسسات الوطنية والعمومية ديال البلاد في قطاع الرياضة باش نواكبوهم في هاد التحديات اللي تتسناوها البلاد، وحنا في الخدمة ديال هاد المؤسسات باش نتعاملوا في شراكة يعني بوبليك بريفي باش ندعموا في مصلحة ديال البلد. الانضمام لسي جو ام وحطينا الملف ديالنا، والملف ديالنا في اطار الدراسه لانه كاين بزاف ديال المراحل، ولكن الخير امام ان شاء الله.